اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا من 38 دولة حول العالم، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج. تضمن جدول أعمال المؤتمر 3 جلسات عن المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري وخدمات الأحوال المدنية وتطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج. المؤتمر أنا بتنبأ له بالنجاح، رغم أنه هو لسه مبتدئ، لأن أنا اللي أنا شايفه فعلا أن هم بيتكلموا ومدين براح وصحة أن الواحد يتكلم بمنتهى الأمانة وبمنتهى الصراحة، مش مفيش حاجة اسمها قيود على حرية الرأي. المؤتمر لغاية دلوقتي احنا فات في جولة واحدة، لكن انا شايف الأسئلة اللي طرحت وعرض الوزيرة كان شيء جميل جدا واحنا كنا نفتقده، وشايف ان في حلول اتحطت على الطاولة ومن خلال مسؤولين، وان ده هيكون اعتقد في التوصيات الأخيرة هيكون لي مردود قوي هيفيد كل الناس. انا قابلت ناس مش من كندا بس، من كندا ومن أمريكا ومن أوروبا، حتى من بلاد عربية، وتختلف الاحتياجات من منطقة لأخرى أو من مهاجرين في بلاد عن بلاد أخرى. شايفة تطور صناعي وطرق ومواصلات، شايفة مرأة، شايفة جانب يعني كل الجوانب ما شاء الله، بس أكتر شيء تجارة صناعة طرق ومواصلات. يعني أنا لما بروح مصر وبرجع بعرف التغيير، يمكن أهل البلد ما ياخدوش بالهم من التغيير اللي حاصل، لكن أنا كروحة ورجعة لا، شايفة ما شاء الله التغيير بيعجبني، حاجات كتيرة جدا مصر يعني بقول اتطورت في السنوات الأخيرة كتير جدا، كتير كتير تغيير كبير وطفرة كبيرة، شكرا لسيادة الرئيس السيسي. التغيير ده اتأخر 30 سنة، بس اللي عمله سيادة الرئيس في الثمان سنين اللي فاتوا دول مجهود رائع ويشكر عليه، الله يحميه. المؤتمر مفيد جدا لأن هو بيجمع الكيانات المصرية بره، بحيث إن مشاكلهم مواجهتهم كلها برة، استثماراتهم، مشاريعهم، شغلهم، كل ده لما يبقى عندنا كداتا ومعلومات نقدر نستغل الموقف ونفيدهم ونفيد البلد. احنا كمصريين كل سنة بنيجي بنلاقي طفرة جديدة جدا من طرق، كباري، البنية التحتية، في حاجة مش بنشوفها جديدة مش موجودة في هولندا حتى. يعني مصر وصلت لدرجة دلوقتي العالمية، احنا بنشوف كمصريين في الخارج بنسافر وبنرجع هنا نقول لا، مش هي دي مصر. مصر بتقدم بسرعة رهيبة جدا.